نسرين امين محجبه؟ لا مش هل محجبه. ممكن لا مش ممكن، تتحجب لان يوم انا ما؟ لا انا بشوف ان الحجاب اصله مش لبس، ده اخلاق، وانا يعني راضيه باخلاقي وعارفه ان انا كويسه احسن من ناس كتير. نسرين امين بتهاجم الحجاب والمحجبات. انا مش محجبه بس مؤدبه. نسرين امين طلعت تعترض على الحجاب والمحجبات، وبتقول كمان انها كمان ضده، ومن وقت تصريحها ده والكل نزل هجوم وانتقادات فيها وفي كل اللي بتعمله بتقوله. ايوه، ما هي بالنسبه لهم كده كانها بالظبط بتلعب في الثوابت. تعالوا نعرف نسرين امين لما اتسالت عن الحجاب قالت ايه، وايه هي الاجابات اللي محدش كان يتوقعها ابدا، خلت الدنيا قامت وما قعدتش والكل اتقلب عليها وبدا يهاجم فيها وينتقدها بشكل صعب جدا. نشر كم موقع جزء من كلام نسرين امين في برنامج بلا تصنيف مع جريس رادي وسالها عن الحجاب، فردت وقالت انا مش محجبه بس مؤدبه، ولما سالها انت ممكن تلبس الحجاب في يوم من الايام، ردت عليه وقالت لا انا مش ممكن البس الحجاب، لان انا ما بشوفش اصلا ان الحجاب اصله لبس، لا ده اخلاق، وانا الحمد لله راضيه باخلاقي وعارفه اني كويسه. التصريح ده عمل ضجه كبيره قوي وقلب الدنيا على نسرين، والجمهور بدا يفكرها بمشاهدها الجريئه واللي كان في منها حاجات بلاس 18 وحاجات تانية صعب ان حد يشوفها على التلفزيون. ما هي بصراحه هي اللي نكشت فيهم في الاول والكل لسان وحلو دلوقتي، استحملي بقى انت اللي جبتي لنفسك. وكمان طلعوا لها صورها وهي على البحر بالمايو وبداوا يقارنوا بينها وبين المحجبات اللي هي غلطت فيهم، وتقريبا الترند اللي كانت بتحاول تاخده نسرين امين من الكلمتين دول اتقلب عليه، وزي ما بيقولوا كده اتقلب السحر على الساحر وما بقتش عارفه تلاقيها منين ولا منين. نسرين لما لقيت الموجة عالية قوي والترند ما انتهاش، واللي يمكن من المرات القليلة قوي يكون اسمها ترند في أزمة أو مشكلة، مش زي ما كانت متعودة إن الترند عليها بيكون على أعمالها وأدائها، فقررت نسرين إنها تطلع ترد وتبرر اللي اتقال في البرنامج وتوضح للكل الحقيقة، لأنها حست إنها مظلومة وكلامها اتقص من السياق بتاعه، فكتبت بوست على حسابها الرسمي بموقع الفيسبوك وقالت إن التصريح اللي نقلته المواقع دي تصريح كاذب وغير صحيح، وكملت كلامها وقالت لم يتم سؤالي أبدا يوما عن رأيي في الحجاب، السؤال كان هل نسرين أمين محجبة؟ الإجابة كانت لا مش محجبة في ملابسي بس أخلاقي كويسة الحمد لله. إذا لم يتم سؤالي عن رأيي في الحجاب ولم أذكر أبدا أني ضده، هناك فرق كبير بين السؤالين وبالتالي بين الإجابتين. تفتكروا نسرين كانت قصدة تعمل البروباجندا اللي عملتها دي؟ ويمكن زي ما الجمهور قال عنها ان السوق واقف دلوقتي والطلب عليها من المنتجين والمخرجين قل شوية في الاعمال سواء في السينما او التلفزيون، فحبت تفكرهم بنفسها وتقول لهم ان انا هو انا موجودة وعملت اللقطة دي، ولا هي من البداية فعلا كانت نيتها خير وبتتكلم بعفوية وكلامها هو اللي اتقص منه.